حمام يا مه فهم علاش لا فكرة علاش ما تلموش كافة أعضاء الحكومة في الحمام علينا نخسر روحنا أهلنا ومغسلين بحيث ونحكيه فيما يخص الأسعار المرتفعة نهار كل الشعب وهو يبكي فهم والله العظيم بالله العظيم يلم نغنيه هناك ورجاك الخطاب هاب 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 هي يطيح وانا نطلعها هاب 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 بحيث يطيح وانا نطلعها هاي نعم ولي مشاش روح يزاز اش حبنا ولا اشنو اش بيني انا وزير الفلاحة والصناعة والسد البحري في ماو هذا الناس كل تاكل في خمسة ها فهمت ولا وانا يا رشودة اشنو وانت اتعوم ليش بنقاب والله هذا امر يعني لا ليس لدينا فيه يعني اي حول ولا قوه الا بالله يعني حسب نعلم نحن حركه المعضله دخلنا يعني اردنا ان ندخل الشعب في الزهد وان يعني ماذا يعني ناكل حسب السنه وكذا ناكل التمر وناكل الزيت هذا فقط ونصوم يعني لماذا لا نصوم كامل الاسبوع يعني ونفعل مثل اليهود ايضا اليهود لديهم طقوس يعني يصومون في بعض الايام 25 ساعه صدقوني والله العظيم يعني وهذا رجيم ولما لا يعني وحركه الله هي حركه يعني تساهم في استعارنا دينيا وثقافيا يعني وتوفر الامن مثل العراق وسوريا والباكستان وافغانستان هذه امثله يعني للسلام والسلام عليكم جيجا ورحمة الله على جيجا ماذا تقول يا مرسوخي في هذا الموضوع سلام ورحمة الله سلام ورحمة الله سلام ورحمة الله بون تديفين تو معقول هذا معقول تو هذا كلام القلول للشعب الشعب الذي الشعب الذي قام بثورة الشباب يعني قام بها وهي ثورة يعني مجيدة ثورة الربيع العربي خربتموها نعم وكنت أنا على رأس السلطة وقامت الإمارات العربية المتحدة بانتزاعي وإبعادي وإقصائي عن الجميع هذا لكي لا أحصل على ايه نعم تنقص عليا من حسك ايمانا ما تحبهاش تقصيك شنو ايمانا تفهم ترى استغفر الله ايه نعم انت اسمعني انت نهار كله انت شاك بال بول تديفين ما تقوليش شاك تو احترم نفسك شنو شارب هذه وشكون يبيع فيه ماكش تبيع فيها اها يا عطيك حتى في فمك بعيد تحشمش هيا يا طياد هيا شو عملنا المنديلة انا السيد هذا هانو بدا ما عادش عارف كوع من بوعه في بحيث والله اسمعني حبا من حب كريم كاره والله سيتم اقصاؤك يعني من جميع ما باش نرجع حتى لفرنسا فهمتني جمعت سطورات صفراء فهمت والله ما يهبطولك سطورات سوداء كيف الكتاب المسود اللي عملتونا بحيث حب من حب كريم كاره سيد بن علي تكلمنا قولنا كلمة حق هكا وانت شنو السعودية جيت في حمام بحضانا شفناك الحمام الزريبة بحيث لما أقول كلمة راك كنت الساحلين أشنو هذا؟ والله أنا حبيت ما نحبش نتدخل في أمور كما نادي وخاصة أنه طيحتوني قدري في الآونة الأخيرة المخلوعة شوية صباط أنا باش مخلوعة وكلام كلام مالتهم لا ليس في المستوى الذي كنت يعني أنتظره من الشعب ومن الحكومة التي كنت ولا صرت أكن لها الاحترام يعني الدائم ولا يخفى عليكم أنكم كنتم تعيشوا في بحبوحة يعني بحبيحة جميلة وناس كل تخدم لا ولكن شاءت الأقدار أنهم يبيعوني والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته باش نزيد أنا طريق الشنفوة ونفسها في بحيث